شلون شغلكم؟ شغلنا؟ اي فقر احنا، ما نحش من الناس، من نحتاج غير الله ما عندنا. نعم بالله. ايوه ما نقدر نقول. انتوا طيبين، عفوا سمر خصتك. رحم الله والديك. انتوا طيبين وهالكرم. رحم الله والديك. ما معقولة تبدي ايدك الواحد حشم غير الله. والله في بلادنا لا يموت جائع، حتى ملك الموت نكرمه بأجمل الشباب. الله. هذا واقع حال يعني، خلينا نكون واقعيين احنا. رغم العوز، رغم الظروف التعبانة، بس نقول الحمد لله. ليش؟ لأنه أنا كشخص عن نفسي يعني أحكي لك، بعد تعبنا من مناشدات، تعبنا من أنه يوم الإنسان الحقوق تؤخذ ولا تطلب، يوم تريد حقك تأخذه مو طلبة، إذا طلبة راح أصير مجدي مذلة، هي مذلة، والحقوق تؤخذ ولا تطلب. تعلمت أن أطلب من الله فقط، فقط. الحمد لله رب العالمين. أنا الحمد لله دارس و مش تخلص؟ مخلص اختصاص لحام. وين؟ اختصاص لحام، ما حد تقني مال لحام. موفق الحمد لله، واشتغل هنا ماشي. ساعة شوف عندك كبرياء وعندك عزة نفس عالية. طبعا الإنسان هو احنا على مود ايش نشتغل هنا، ولا طبعا اجت هواي فرص، نقدر خلينا نكون واقعيين، نقدر نروح هواي طرق، كلش هواي طرق، خاصة بالعراق يعني انفتحت هواي طرق. الإنسان إذا كانت نفسه عزيزة الله سبحانه وتعالى وكان يقين بالله سبحانه وتعالى، ما ممكن يعني يفكر بأموال، إنه هاي كلها زائلة. والحمد لله رب العالمين.